النهاردة هنركز على حرفين الصاد والغين في ثلاث كلمات بيمثلوا أوقات اليوم: أصيلة، بكرة، وغدو. الأصيل هو وقت المغرب، أهم حرف فيه هو الصاد واليه، اللي هو أنت راجع من الصيد، أنت راجع من الحاجة اللي أنت كنت مركز عليها. الصاد هي حرف يمثل المعنى التجريدي بتاع الصيد، ألا وهو التركيز. فكده أنت رحت شغلك، أو زي زمان الإنسان الأول اللي هو كان يعني يصطاد ويرجع. بكرة هو الجسم المادي اللي روحه وتركيزه بيبتدي عمله للغير، يعني بدأ تركيزه نشط واستيعابه نشط، بدأ زي الواحد بيكون لسه بادي اليوم. فكده بكرة هي بداية اليوم. غدو هي الفترة اللي انت قفلت فيها بعينيك، قفلت على عينيك، قفلت على جسمك، اللي هو رحت تريح فترة القيلولة، فترة الظهيرة، الغدو. الغين اللي انت رحت عملت تقفل على عينيك، اللي هو حطيت جفن، حطيت غشاوة على عينيك. وطبعا الباب، انت قفلت بالباب على نفسك ومنعت نفسك من التوجه لأي حاجة. فكده أصيل هنفتكر منها برضو أصل، اللي هو أي حاجة انت بترجع لأصلها. يعني لو افترض انت هنا كنت موجود بره الدايرة، رجعت الأصل للدايرة، رجعت البيت. بكرة انت ممكن تتكلم على صباح اليوم، أو ممكن بالعامية لما نقول بكرة، لأن برضو بكرة احنا بنكون ناويين ان احنا نكون يوم جديد بطبيعة جديدة، هنكون لسه فايقين ونبتدي نعمل الحاجة. لما الغدو اللي هو الفترة بتاعت راحة القيلولة، لما نقول غدا احنا نقول غدا احنا مش عارفين في ايه. فكده احنا لما نكون اليوم التالي ما نعرفش فيه ايه نقول عليه غدا. بكرة هو اليوم التالي مع النشاط. كده يبقى احنا فهمنا الصاد والغين. ممكن بقى نبقى نقول ان اللي عايز يعمل اي شير للحلقة يشترك في اليوتيوب شانل، يبعت اي استفسار على الفيسبوك او اليوتيوب شانل. مع السلامة.